إذا كان الله معك لا يضرك مخلوق على وجه الأرض ولو كان ملكه لعنان السماء. إذا كان الله معك لا يضرك ما قال وما قد قيل وما سيقال. إذا أيدك الله لا يضرك ألسنة الناس ولو لم تسلم من لسان الحيوانات حتى. إذا كان الله معك وقذف حبك في قلوب الناس لا يضرك كل من يسعى لتدميرك وتشويهك وتحطيمك في أعين الناس. إذا كنت تمشي في طريق يريده الله ليس لك، للبشرية، لا يضرك أحد. فسيدي الكريم، إن كنت في طريق وتعلم أن هذا طريق، طريق الله، طريق الإسلام الحق، طريق العدالة، طريق الإنصاف، طريق لنا حق الحياة، لنا حق أن نحيا على الأرض، فارتقي واسمو بسماء المجد واعلو وارفع رأسك شامخا وتألق لأعلى عليين وقل ما قاله الله للبشرية. فالله لا يلجم لسان ينطق بما يريد الله.